فانت بتتكلم على صفقات النادي الاهلي بس. هو انا اللي مزعلني الفتره اللي فاتت انه الناس بدات تتكلم عشان مش لاقيين حاجه، بدا يتكلم في سكه الفلوس، يقول لك اصل راجع بفلوس غاليه. فلوس غاليه ايه؟ واحنا نفضل نتكلم في سكه الفلوس دي لحد امتى يا جماعه؟ بعدين يا استاذ خالد برضو في نقطه، هو اللي كان بجنيه دلوقتي بقى بكام؟ في اي حاجه في الحياه. ده انت بتروح عند سوبر ماركت على رايك الحاجه اللي كانت بجنيه بقت 10، يقول لك اصل الدولار غيري. والدولار ده المفروض سعر اللعيبه. يعني مش سعر لمؤاخذه القوطه ولا البطاطس ولا مش عارف، لا ده سعر اللعيبه. انت بتقيسها النهارده بالدولار لانك بتبيع بالدولار وبتشتري بالدولار من بره. العمله العالميه دي، العمله العالميه بتاعت لعيب الكوره كمان. فانا بقول لحضرتك دلوقتي اللي كان بجنيه بقى بكام؟ بتكلم النهارده. وبعدين الناحيه الثانيه يا استاذ خالد اتفضل، طب الا يحسب للنادي الاهلي ومجلس ادارته انه وفر من الامكانيات والسيوله الماليه بالتسويق والاستثمار والطرق الحديثه في كره القدم وفي البيزنس بتاع كره القدم، انه عنده سيوله انه يقدر يجيب. احنا كنا بنتكلم مع حضرتك على ثلاث فراوده او ثلاث لعيبه منتخبات. تمام. لو انا ما عنديش السيوله الماليه هل هقدر اجيب الناس دي؟ ليه ده في ناس بتعتبر النادي الاهلي بيعمل عمليه اهدار مال عام. صاحب اكبر ميزانيه في الشرق الاوسط عربيا وافريقيا ومحليا بيتهم باهدار المال العام. الراجل اللي بيبيع الصفقه ب 100 مليون واكتر بيتهموا باهدار المال العام. شوف احنا نلف ونرجع لنقطه البدايه، قصه التربص والمتربصين، عشان لسه هنقول عليها كلام في الاخر يعني. لكن النهارده لو انا ما جبتش اللاعب ده، انا اقول لك على مسؤوليتي، هيقول لك يا راجل ما تدفع يا راجل، ده السوق يا راجل، لازم تدفع عشان تجيب لعيب كويس، انت بتكوش فلوس عشان تقول انا عندي ميزانيه كبيره. هنرجع لقصه بقى جحا والحمار وابنه، يعني عايز ايه؟ يعني انت اللي بتتكلم، انت عايز ايه؟ عايز لعيب يوقف النادي الاهلي على رجله ويجيب بطوله ويعمل دخل؟ ما النهارده انت لو ربنا وفقك وخدت بطوله افريقيا، ما انت جاي لك مبلغ اعلى من اللي انت دافعه في اللعيبه. انت النهارده بتقول اصله كان بايع هشام محمد مش عارف من 3 سنين ولا 4 سنين ولا 5 سنين بقد كذا. يا راجل حرام عليك، انت بتتكلم في ايه؟ ايه العبث ده؟ ايه الاستهزاء بالناس ده؟ وايه الضحك على الناس ده؟ والعربيه نفسها كانت بكام من 3 4 سنين ونفس العربيه. انت سيادتك كنت بتاخد كام من 10 سنين وبتاخد قد ايه النهارده؟ بالظبط. عيب. لا انا بقول لهم هنا من دلوقتي، بقول لهم عيب، اتلموا بقى، لان العمليات بقت اوفر قوي وبقى دمها تقيل قوي وبقت مفضوحه قوي والناس مش عبيطه ولا ساذجه قوي يعني. احنا جبنا شريف عبد الفضيل، واحد من افضل اللعيبه والمدافعين اللي كانوا في هذه في وقته، يعني من افضل المدافعين اللي موجودين في مصر. شريف عبد الفضيل. طبعا. من نادي الاسماعيلي. طبعا. جبته ب 7 مليون جنيه وبيع احمد صديق نهائي. وفي 2010 يعني بنتكلم ده دلوقتي 7 8 سنين. بالظبط بالظبط. ودلوقتي جاي تحاسبني في 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 هذا التوقيت، احنا بعديها بكام سنه؟ على لعيب انا جبته ولعيب فيه مميزات انا محتاجها، ولعيب قوي، لعيب مش ضعيف، لعيب عنده حلول، لعيب نادي الزمالك كان داخل طرف وكان عايز ان هو ياخده وبشده. يا كابتن ده السنه اللي فاتت واللي قبلها ناس كتير طلعت في الاعلام قالت لك احنا بنحيي نادي الزمالك على كم الصفقات اللي اندفع فيه مش عارف 10 قروش ولا اندفع فيه قد ايه؟ خد بالك انا علق ده محمد صلاح. نعم. خارج من مصر بقد ايه؟ وبيتباع النهارده بقد ايه؟ والمقاولين بياخد فيه قد ايه؟ حتى الان. تمام كده؟ قال لك بنحيي نادي الزمالك اللي عمل مش عارف 10 صفقات ولا 14 صفقه بسي مثلا 10 قروش، والنادي الاهلي عمل 3 4 صفقات بقرشين 3. طب ومعلش مين اللي مين اللي فايز؟ ما هو استفاد بيه مين اللي فاز؟ استفاد بيهم ايه؟ مش فاهم. ما ده اللي انا بقوله، مين اللي كسب في الاخر؟ ابو 14 صفقه ب 10 قروش ولا ابو 4 5 صفقات بنفس السعر؟ مين اللي فاز يا جماعه؟ هو انا هو صراع ماده ولا انت بتصنع فريق؟ ثم انت ليك حاجه، انت ليك حاجه عند النادي الاهلي وعند اداره النادي الاهلي، فريق وبطوله وميزانيه، ده متوفر ولا لا؟ وبعدين الانديه الاخرى برضه استاذ خالد ما بتشتري بمبالغ كبيره. حقها. يعني احد اللعيبه انتقل الى نادي الزمالك احمد داوود بمقابل 9 مليون جنيه، ما هو ده برضه. لا ما حدش هيتكلم في دي، ما حدش هيتكلم في دي، انا بقول لك ما حدش هيتكلم في ده. انا هقول لحضرتك حاجه كمان. انما هيحيوا الزمالك على صفقه احمد داوود. لا ان في فارق سن، يعني هشام محمد اصغر. طبعا. وفارق السن. بقول لك يعني انا هقول لحضرتك فارق السن ده في أيوة طبعا. في المبلغ طبعا بيبقى له عوامل كتير جدا جدا جدا. لكن هو النهارده هيتكلم هيحيي صفقه انتقال داوود
وهيتكلم بالنسبه للنادي الاهلي في المقابل المادي. تيجي تقول لي اهدار مال عام، طب يا اخي يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما بيفضح حد بيحب يفضح حد يخليه يقول اي كلام. فتيجي انت النهارده على النادي الاهلي تقول عليه اهدار مال عام، طب هو النادي الاهلي هو اللي كان باع الناس دي من المجلس الحالي، هو اللي باع الناس دي من 4 5 سنين ولا من 6 سنين؟ هو نفس المجلس اللي باع؟ لا انا ما بعتش حد. يعني الحاليين لو بنقيسها كده، لو القصه قصه ان هو انتقاد وهجوم على المجلس، هو ده اللي باع؟ لا، ده اللي بيشتري دلوقتي، ده اللي بيدعم الفرقه دلوقتي، ده اللي مش باخل على الفرقه، وده اللي ماشي صح وبيشوف الجهاز الفني عايز ايه وبيجيب له اللي هو عايزه.